أهلا وسهلا. جيريمي جرانثم يعتبر من أهم المستثمرين في العالم وأفضل مستثمر بريطاني تقدروا تقولوا، يدير تقريبا 120 بليون أسيتس أندر مانجمنت. الرجل ذو 82 عام، تعلمت منه الكثير صراحة في مجال الاستثمار، مع أنه تقدروا تقولوا نظرته أكثر متشائمة ممكن بحكم خبرته وسنه وإيش اللي شافه في الأسواق. توقع جيريمي الانهيار اللي صار في اليابان في الثمانينات من ناحية الأراضي، العقار، سوق الأسهم، السندات، البابل الكبيرة اللي كانت في اليابان اللي انفجرت في أواخر الثمانينات وما رجعت إلى يومك. توقع مرحلة الانترنت بابل وتجنب شركات الانترنت. فنقدر نقول يعني قراراته صائبة جدا جدا في وقت الخطر، غير انه توقع الانهيار اللي صار في 2008، المورجج باك سيكوريتيز، البنوك، وتجنب الاستثمار في تلك الفترة. وشان نعطيله حقه، هو اول من قال للناس انه القاع وصل في 2008 والان مرحلة مميزة للاستثمار. لما يجي واحد زي جيريمي يقول لك استثمر في هذه المرحلة، اعرف انه الفترة ممتازة جدا للاستثمار. استراتيجية جيريمي تعتبر يعني تقدروا تقولوا انا احب هذه الاستراتيجيات، زي تقدروا تقولوا هاورد ماركس استراتيجية. وقت النمو العالي والبول ماركت ما تلاقي اداؤه جيد لانه ما عنده خطر كبير في محفظته. لما وقت الأزمات وقت النزول الحاد تلاقي محفظته تعمل أفضل من أي المحافظ الاستثمارية، عشان كده يعمل البالانس بين مرحلة الجيدة والأداء المتوسط والمرحلة السيئة والأداء الممتاز، يعطيك البالانس اللي تكون من أفضل المحافظ الاستثمارية. اليوم حنتكلم عن وضع الأسواق، رسالة منه، إيش وضع الذهب مقارنة بالبيتكوين، إيش وجهة نظره كأفضل وسيلة للاستثمار. قبل ما نبدأ الحلقة ادعمونا يا شباب، طبعا انا بقول شباب لانه 99% من المشاهدين عندي شباب، ولكن الشابات ايضا، سبسكرايب، لايك، ادعمونا، نكون شاكر لكم. ونبدا حلقه اليوم. When I was young in 1968-69 we had a spectacular mini bubble in tiny stocks and they all quadrupled and made us rich and then they all blew up together and most of them went out of business. And I was just out of business school and I made a small fortune. Almost enough to think about retiring to England. And then in the space of about 9 months, I lost everything back to $2,000 and was lucky to cover my leverage and get out without a huge debt. It was thoroughly exciting, probably the most exciting time I've ever had in investing. So I completely sympathize. Nobody who is young and investing and making money is going to listen to some old codger tell his war stories about when he got wiped out. I get that. So there's nothing that I can say that will cause anyone to change their behavior. The power, the psychological power of a bubble to suck everybody in is prodigious. And we've known that since the tulip bubble. And it will never stop. حبيت افتتح هذه الفيديو خاصة للمستثمرين الجداد اللي ما واجهوا تقدروا تقولوا بير ماركت، الأسواق على 10 سنوات ارتفاع جميل، الوضع ورود، الثقة عالية، وطبعا ما واجهتنا إلا مرحلة الكوفيد اللي هي نزلت الأسواق 2 شهر. فنقدر نقول يعني مرحلة كانت إيجابية. دائما حط في بالك أنه زي ما في أمور إيجابية حيكون في مرحلة سيئة، فيجب أن تكون عندنا محفظة متنوعة، يجب أن يكون عندنا الكاش موجود للاستثمار وأخذ الفرص، المخاطرة تكون محسوبة بسبب انه عشان كده ننوع استثماراتنا، غير انه الليفرج ونتجنب الليفرج او الديون من البروكرز، لانه كل شيء يتغير بسرعه البرق من التفاؤل الى التشاؤم والحذر. طيب خلينا نبدا كده وناخذ راي جيريمي على موضوع الاسواق. This time unlike 2000 we have an overpriced bond market. Jim Grant would argue the most overpriced in 4000 years. We have, in my opinion, and that of many other bubble students, the most overpriced US equity market in history. We have a housing market that 3 weeks ago reached the same multiple of median family income as it did in 2006 at the peak of the housing bubble. And we have commodities that have recently run amok so that the Goldman Sachs index of non-energy, which is food and metals, which are pretty important, mm-hmm. have just equaled the peak of 2011, which was said to be one of those super cycle commodity events. So right. this is the first time we've ever risked 3.5 asset classes bubbling at the same time.
If and when we reach a period of pessimism, the potential unraveling in terms of perceived wealth is much greater this time than it will have ever been before. جيمي بيشبه وضع الأسواق باليابان في الثمانينات، ارتفاع في العقار، في الأسهم، في السندات، في الأراضي، إلى أن أنهار كل شيء مرة واحدة وقعدت أكثر من 30 سنة. بيشبه الوضع أمريكا الآن في نفس المنطقة ونفس الحذر. وطبعا لو دائما تلاقوني أنا في الحلقات الماضية، حلقة هاورد ماركس، بررت أنه بسبب أنه السندات مرتفعة، بسبب أنه الفائدة نازلة، صرت أحاول أقنع نفسي أنه أسواق الأسهم غير مرتفعة بشكل كبير، أو أنه ليها مبرر هذا الارتفاع. ولكن في النهاية العواطف والاستثمار ما يعرف تبرير للشيء. في النهاية إذا سعر الشيء غالي حينزل ويطيح. فمن وجهة نظري كلام جيريمي هنا في نوع من الصواب، اللي إيش لازم تكون أكثر حذر وتذكر نفسك إنه مو معناها المنتجات الثانية مرتفعة وأسعارها إنه الأسهم نعمل لها justification إنه هي سعرها واطي، لأنه مو سعرها واطي. Do you see any promise as a growing number of investors do in Bitcoin or other forms of cryptocurrency? What is the future value of the dividend stream of Bitcoin? I can tell you that doesn't take a prize-winning mathematician. It is nil. It will never pay you a dividend. If you're desperate, can you eat it? No, you can't. Its entire value is on the greater fool, is it not? So Bitcoin could be worth $1 million a unit if you can find someone to pay it. لأصدقائنا محبين الكريبتو كورنسي والبيتكوين، طبعا لا تقول عمر انت دائما متشائم معنا او ضدنا، انا بس بحاول اوصل الرساله من الاتجاهين. خلينا نشوف راي جيريمي على موضوع الكريبتو كورنسي والبيتكوين بالتحديد ومقارنتها بالذهب. Gold has had the odd 12,000 year test which it has passed pretty well, and Bitcoin has got a few years to go yet to catch up. And secondly, gold does have some fallback qualities. It doesn't tarnish. It's unique in that sense. Everything that was ever made of gold is still around. And that's a pretty handy characteristic that Bitcoin also lacks. So I would say, yes, I'm nervous about gold because I can't eat it and because it pays no dividend, but it has two wicked advantages over Bitcoin. Bitcoin is 100% faith. And come the next market phase where faith is at a minimum. شفنا كده آراءه، هو يتوقع انه احنا في فقاعة، يتوقع انه كل المنتجات في مرحلة خطيرة، الحذر يجب ان يكون عالي بالنسبة للمستثمرين من اصعب فترات الاستثمار. ما الحل؟ خلينا نشوف رأيه. Emerging markets is relatively very cheap and pretty much close to fair value. And the other thing is value versus growth. Low growth stocks have been pummeled by high growth stocks for the decade ending in 2019. And then in the year 2020, they had the worst year by far ever. So you had the worst decade followed by the worst year. If you could buy the value stocks in the emerging market universe, which after all includes— Which you can, right? Mm-hmm. Which you can, and it includes some very high growth potential countries like China, and collectively they will have a higher growth rate than the developed world, almost certainly, and they sell at a huge discount. I would say they are modestly cheap in an S&P world that is extremely overpriced, and you could lock them away for 10 years or 20 years and really expect a decent return, which I would recommend. أهم شيء طيب أعطانا الحل جيريمي، بيقول إنه الاستثمار في الدول النامية، لو نشوف الـ ETF اللي للدول النامية تقريبا تركيزه 40% في الصين، فهو بيقول لك استثمر في الصين، في الدول النامية زي الهند، البرازيل، وتجنب الأسواق الأمريكية في الفترة القادمة. الشيء الثاني اللي تكلموا إنه الآن مرحلة الاستثمار في الفاليو كومبانيز، فاليو كومبانيز يعني الشركات اللي تقدروا تقولوا النمو فيها متوسط، ولكن شركات بتدفع لك أرباح موزعة، تقدروا تقولوا شركات ناضجة أكثر مقارنة بشركات الجروث اللي يقول لك أتجنبها في الفترة القادمة. شركات الجروث معروف عنها المخاطرة أعلى، فبيقول لك بالعربي إنه استثمر في الدول النامية زي الصين، استثمر
في الشركات اللي هي تقدروا تقولوا محافظة ما فيها نمو عالي وما فيها مخاطرة عالية، فلا تكون عندك الخطر والمخاطرة في استثماراتك عالية في الفترة القادمة. يعني نقدر نقول كمان انه هو مخالف تماما لاراء كاثي وودز ومع دكتور مايكل بيري بعض الشيء. انا كعمر ايش بسوي؟ ما زلت بستثمر في امريكا ولكن باشياء بسيطه جدا، اتفق معها تماما، ما بستثمر في اشياء اللي فيها نمو عالي، استثمر في الاشياء اللي فيها الامور الدفاعيه اكثر والشركات الناضجه اكثر، غير اني بستثمر في الصين والكاش الوكيشن عندي أعلى ما يكون في الفترة الحالية. إن شاء الله تكونوا استفدتم من حلقة اليوم، وشكرا وإلى اللقاء.